بمناسبة حفل كاسة التسعينيات في مهرجان العالمين، في أسماء ارتبطت بنجومية وشهرة المطربين اللي نقلوا في الفترة أو تألقوا في الفترة دي. الأسماء دي من الشعراء والملحنين اللي كانوا وراء نجاح أهم الأغاني في الفترة دي. من بين الأسماء دي الشاعر الكبير أحمد شتا، واللي كاتب واحدة من أهم الأغاني في العصر الحديث، وهي أغنية نور العين للنجم والهضبة عمرو دياب. شارك كمان في كتابة أغاني كتير ناجحة لإيهاب توفيق وهشام عباس. مشرفنا على التليفون الشاعر الكبير احمد شتا. احمد ازيك ومنورنا على شاشه القناه الاولى. اهلا بيك وصاحبك طيب. احمد، عايزين تكلمنا عن ذكرياتك مع نجوم اغاني التسعينيات. والله انا عندي ذكريات ابتداء من غنوه نور العين لعمرو دياب، زائد سحراني لايهاب توفيق. نعم. يعني في مجموعه اغاني انا عملتها لمطربين كوكبه النجوم اللي هم الواحد شرف ان هو يتعامل معاهم. طيب عايز اعرف، اتفضل. معاك عايز اعرف ايه اكتر اغنيه نجحت ليك وحسيت ان الجمهور كان متفاعل جدا معاها؟ اغنيه نور العين لحد النهارده ناجحه جدا، سبحان الله. اكيد طبعا. انا بستغرب ان سبحان الله، يعني او فرحان ان لحد النهارده الغنوه عايشه، وكل مدى بتلاقي نجاح اكتر، وخصوصا مش في مصر بس، في الدول العربيه وفي اوروبا. اكيد. طيب قول لي احمد، الاغنيه اللي خدت معاك وقت كبير في تحضيرها وبعد كده برضو لقت نجاح من الجمهور؟ هي غير كلام الناس لجورج وسوف، طبعا محطه في حياتي نقله رهيبه. كلام الناس كتبتها مره ولغيتها، وكتبتها مرة ولغيتها، لحد ما استقريت على كلام الناس لما أقدم ويأخر، واديتها للملحن العبقري صلاح الشنوبي، عمل لحن رائع، وطبعا إحساس الله يرحمه طارق عاكف الموزع العبقري الله يرحمه، والآخر بقى الصوت الدافي الذهبي، الصوت اللي بروز احساسنا سواء في الكلمه او اللحن او التوزيع، جورج وسوف اللي هو يشرف اي حد ان يتعامل معاه. يعني عايز اقول حاجه، ان فتره التسعينات فتره غنيه جدا في اصوات، وفي الذوق العام كان جميل جدا. يعني كان الواحد بيعمل غنوه بيبقى عارف ان دي هتنجح، يعني بقول دي هتنجح بتبقى حاسس أتنجح. يا احمد، من ضمن الاغاني اللي نجحت جدا ليك وعملتها مع العظيم محمد فؤاد وعلمت جدا مع الناس، هي انا لو حبيبك لمحمد فؤاد، اتصورت كليب وكسرت الدنيا كواليس. لا بقى أنا عملت لمحمد فؤاد فاكر كلاسيني، دي كانت حلوه جدا وعلمت جدا مع الناس، وعملت له غنوه ولا كل اللي جابه فاكر كلاسيني مع صلاح الشنوبي، توزيع برضه طارق عاكف، وبرضه من الاغاني اللي سبحان الله لها سحر، ونزلت في الفيلم بتاع محمد وبرضه نجحت سبحان الله. فالغنوه دي برضه من الاغاني بقى في حاجات لما بتعملها وتحس الناس تحبها وتلاقيها عاشت مع الناس، فالواحد بيحس ان هو عمل يفتخر بيه ويشرف ان هو عمله. احمد، بمناسبه ان انت بتتكلم عن الاغاني الناجحه والاغاني اللي علمت جدا مع الناس، ايهاب توفيق كمان النجم طبعا الكبير ايهاب توفيق هيغني النهارده في حفله التسعينيات، وكملتوا مع بعض اغاني وكتبت له اغنيه مهمه جدا وهي سحراني ليل ونهار لايهاب توفيق. كلمنا عن كلمات الاغنيه دي وخدت منك قد ايه وكواليسها كانت عامله ازاي؟ هو ايهاب توفيق بالنسبه لي مش مطرب بس، ايهاب توفيق اخويا وصاحبي وعشت العمر، فاحنا عائله واحده، فالواحد كان بيتعامل مع ايهاب بسلاسه وهدوء. يعني الواحد بيشتغل وهو فرحان ومبسوط، وخصوصا ان ايهاب توفيق صوت عريض جميل. أكيد. متمكن متميز. اكيد طبعا. واحساسه جميل. ف وعملت اغاني لايهاب، عملت له سحراني، عملت له الله عليك يا سيدي، عملت طنط اتبسطت، عملت فيهم محبوب ودعني، عملت يا سمراني، عملت قلبي في خطر، عملت
اغاني كتير قوي، مش عايزه انسى حاجه. اغاني كتير وكلها علمت مع الناس وكلها كانت ناجحه زي ما حضرتك قلت. بشكرك جدا الشاعر الكبير احمد شتا، شكرا جزيلا ليك.